كما بدأت اليوم دائرة سيدي محمد بالعاصمة في عملية تعقيم وتطهير شملت مختلف الأحياء. ليندا مكي والمزيد. من أمام مقر دائرة سيدي محمد كانت الانطلاقة نحو مختلف أحياء والتجمعات السكنية للبلديات الأربعة، أين ستتم عمليات التعقيم والتطهير. هذه الحملة بدأنا فيها منذ انتشار وباء الكورونا. البلديات والمتعاملين يعملون يوميا على تطهير وتعقيم البلديات. العملية ساهم فيها كل من الأمن الوطني والحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري ومؤسسات أخرى عمومية وخاصة، وكل المتطوعين للتعقيم وتطهير مختلف الأماكن. هذه العملية راهي يوميا وتكمل يوميا إن شاء الله فيما يخص التطهير وتعقيم كل أحياء شعبية. وهناك خواص وين دعمونا بالصهاريج كما يقولوا بالجافال، والاعوان كل اعوان البلديات راهم مجندين فيما يخص هذا تطهير الاحياء الشعبيه. قدمنا حمله تطهيريه لجميع شوارع العاصمه والاحياء الشعبيه بالتنسيق مع السلطات المحليه والشركاء في الميدان، حيث تم تسخير 7 شاحنات كبيره الحجم مزوده بالكلور. إجراءات أخرى اتخذت لفائدة المواطنين كاستحداث سوق على مستوى ملعب واجنوني يحترم شروط السلامة والوقاية، إضافة إلى تجهيز مكان إقامة